نتحدث عن المواد الغذائية المسرطنة لغالب. هذا هو حديثنا اليوم، اليوم 4 فيفري، اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان. تدخل معنا الدكتورة راني الغلوفي، الأخصائية في جودة وسلامة الأغذية بالمعهد الوطني للتغذية. صباح النور دكتورة. صباح الخير ريم، صباح الخير المستمعين الكل تاع الاذاعه الوطنيه. مرحبا بك. يعيشك. انت حضرت معنا اكثر من مره في برنامجنا هذايا وتحدثنا على عديد المواد الغذائيه المصنعه. نتذكر تحدثنا على السلامين، نتذكر تحدثنا على المصبره، تحدثنا على عديد وعديد الاصناف الاخرى اللي هي محوله والا التخا هكا ألترا ترانسفورمي جي اتي اللي هي يعني المحولة برشا، المصنعة والمحولة برشا. ونذكر فقط بالتعريف هذا شنو معناها، قد ما تبعد على المنتوج الطبيعي الأصلي في حلقة التصنيع قد ما تصنف مصنعة بطريقة مفرطة وإلا ألترا، هذه التسمية هذه ألترا ترانسفورمي أو مصنعة ومفرطة محاولة بطريقة مفرطة، وهذا يخلي المنتوج يفقد كل تقريبا كل المنافع متاعو. جستما هو بالنسبة للمواد الغذائية المسرطنة نجم نقسموها إلى ثلاثة جروبات، معني كاتيجوري أنواع. عندنا المواد اللي مصنعة برشا، هذو من اللي حكينا عليهم ترانسفورمي، هما برسك في كل مناسبة نجبدوهم على خاطر وليو كونسومي برشا من المجتمع في العالم وفي تونس زادة. وعندنا الأطعمة اللي تنجموا احنا بسوء استعمالنا ولا ما نطيبوهاش كوريكتومون، تو نعطي الأمثلة، نجموا احنا نكري ديكومبوزي نيو فورمي اسمهم، احنا نجموا نكونوا مواد مسرطنة فيها. وعندنا الثالثة كاتيجوري اللي هي المواد الغذائية بيدها هي مسرطنة، محولة ولا ماهيش محولة، هي بطبيعتها مسرطنة. هات نبدأ بالصنف الأول. الصنف الأول اللي انت حكيت عليه وعملت يعني ما شاء الله انتروديكسيون فيه، هو انفات سيليه لأنهم يفقدوا برشا قيمة غذائية، معناها ما عادش نلقاو فيهم برشا فيبر إلا إذا كنا نزيدوهم. والخطر الكبير من ناحية السرطان هو المضافات الغذائية. المضافات الغذائية هنا فما برشا مضافات غذائية، الملونات، المواد الحافظة اللي هي كونسيريجين، وفي مصنفة معناها مواد مسرطنة. فما اللي مصنفة مواد مسرطنة، فما اللي مصنفة probablement كونسيريجين، وفي هذوما فما برشا ما همش ممنوعين. وفما زادا لفسي اللي نحكيو عليه، لفسي كوكتيل، كي انت تحط برشا مواد مضافات غذائية في وسط الواحد، لفسي نتاعهم الكل اذا كان هذا مصنف كونسيريجين بي ولا probablement يمكن معناها يسبب السرطان، مش اكيد يسبب. اذا كان تحط برشا من هالصنف هذا ينجم يعطي انواع خطيرة من السرطان. هيك علاش هذوما ماذا بينا نبعدوا أكثر ما نجموا منهم. وهنا راهو فما أبحاث كبيرة صارت، مثلا في 2017 فما السنتر هذايا دو ريشيرش أكد 2017 أكد، معناها فما راهي في الأبحاث العلمية فما الحاجات، فما كوغيلاسيون يمكن، معناها فما علاقة ممكنة، علاقة سببية معناها هذا يعطي هذا. في الرابور متاعهم أكدوا أنه النجم نبتعدوا على ثلث السرطانات الأكثر انتشارا إذا كان ناكلوا تغذية سليمة ومتوازنة، ونبعدوا على هالمواد المسرطنة. بعض الأنواع دكتورة رانيا الغلوفي باش نقربوا أكثر من الواقع اليومي، بعض المواد اللي نلقاوها في السوق متاعنا واللي هي فيها مواد اللي مثبت علميا أنها مسرطنة أو من الممكن أنها تكون مسرطنة، بعض الأنواع سمينا. نعطيك بالأبحاث العلمية مثلا الشاركوتري اللي هي السلامي والجمبان واللحم المدخن اكسترا، هذوما معناها هذوما ابحاث علميه تاكد اللي 29% من الريسك الخطر نتاع السرطان يجينا
إذا كان ناكله يوميا 100 جرام مثلا نتاع أي نوع من أنواع الماكلة هذه. والريسك ينجم يكون 21% أقل شوية إذا كان 50 جرام. وتزيد أنت الريسك تزيد تكسره على قد ما أنت تستهلك. إذا كنت تستهلك 150 معناه الريسك باش يولي لك بريسك قريب 50% منك أنك تقرب من معناها تكون السرطان. هذايا أكثر مثلا نوع. ثاني نوع اللي هو يجمع ما بين زوز مشكلة في المواد الغذائية، يجمع ما بين دو جروب، يعني الجروب الأولاني اللي قلنا اللي فيه برشا مواد مضافات غذائية كيما الشيبس مثلا. الشيبس لا يزي فيه مواد حافظة اللي تنجم تكون مسرطنة، فيه الويل دو بالم، فيه برشا حاجات اللي هي تنجم تكون مضرة بصحة الإنسان. وزادة فيه مادة اللي هي تنجم تتكون اللي هو كيما المادة النوع الثاني هذايا اللي نحكيو عليه، اللي احنا مثلا كي نطيبوا مادة غذائية احنا وقتها باش نكونوا مكونات دي كومبوزي اللي هما مسرطنين كيما لاكريلاميد مثلا كي نقليو البطاطا. هكا الدوري ذاك اللون نتاع الشيبس ولا لون البطاطا المقليه التحميره ذيك، والا ديك كروكيت دو بوم دو تيغ. وهنا راه تنجم تكون حتى الاسكالوب باني. باني علاش؟ خاطر فيه شابلو من فوق دونك في خبز. دونك هنا العلاقه هذيك الكولوراسيون دوري هذيك نتاع القليان نتاع الحاجه. أيوة. خاصه المواد الغذائيه اللي هي غنيه بالسكر كيما لاميدون شي بالنسبة للبطاطا. هو ديجا بالنسبة للكريلاميد أكثر ريسك. دونك هيك علاش راهي البطاطا المقلية ولا الفريت ولا الكروكيت ولا حتى الاسكالوباني اللي من فوق الشابلوغ الدوري ذيك الخبز المهروش ولا الفيرينا اللي قلينا بها، حتى الاسماك معناها حتى اللي البواسون باني اللي نعطيوها لغيراتنا ساعات. لا وحتى احنا نقليه ساعات حاجات مبطنه ولا حاجات في الفرينه نقليوها، ما نقليوهاش مبطنه على الاقل. كي نقليو خضرتنا ولا لحمنا على الاقل ما نكليوهاش مبطله. يزي عنا كل المواد الغا الخايب اللي يصير لنا في القليان. لا يزي نزيدوا احنا نسرعوا والا مش نسرعوا، هي سنتيز معني احنا باش نكونوا مواد مسرطنة اللي هي الاكريلاميد هذيا اللي هي تتكون ما بين كيما قلت لك سكر هنا لاميدون اللي في البطاطا ولا في الخبز اي وبروتيين لاسباراجين معناها هذوما العلاقه ما بين الرياكسيون. دكتوره غيلوفي، يعني هذه من بين الانواع اللي متسببه في ظهور امراض سرطانيه في الصنف الاول، نتعدى بيك للصنف الثاني هكا نزرب بيك شويه. لهذا هو الثاني اللي قلنا مثلا الشيبس يجمع ما بين الزوز اللي فيه مضافات غذائيه. طريقه طهينا احنا طريقه طهينا المواد الغذائيه. انت قلت انت حضرت معنا اكثر من مره في العيد الكبير وقلت انه كي نشويه ونخليه كلكحل هذيك كالحريق هذيك من بين المواد المتسببه في امراض سرطانيه. اي الحريق هذيك اي مش كان الكربونيزاسيون، حتى كي نخليوه كغامات. احنا شنو لازمنا كي نطيبوا نشوي ولا نحطوا في الفور؟ ديما درجات الحراره ما تكونش قويه ياسر، خاطر هي درجات الحراره القويه برشا هي اللي باش تسرع التكون هالمواد المسرطنة هذيا. بالنسبة للحم كيف كيف عندهم مواد مسرطنة تشبه للاكريلاميد اتيروسيكليك، هذوما سي دي زاغوم اللي هما كيما اللحم المشوي ولا حتى اللحم في الفور كي تحطوا انت يتقرمش برشا. دونك لازمنا نعرفوا احنا بالنسبه للمستهلك اللي راهي الكولوراسيون بروناتر نتاع تقرميشه هذيك هي اللي تنجم تكون فيها مواد مسرطنه. دونك ديما كي نشويو ماذا بينا الحم نشويوه الفوق معناها ما نحطوهش اون كونتاكت ديريكت مع النار ونستناو النار لين تبدا بارده شويه معناها تولي جمر ما عادش نار طالع لنا. ما لازمش كونتاكت ديريكت، ما يلزمش اللحوم ولا الاسماك ولا غيره ما نستنى. اذا كان نقليو سامحني كيما قلت لك معناها اكثر ماده هي تخوشنا هي البطاطا على خاطر اذا كان مش حتى كي تحطها في الفور راهو هاك الكولوغاسيون دوغي هذيك الكراميليزاسيون من فوق هذيك فيها الاكريلاميد اللي هي المواد
المسرطنه. واضح. كيف مش ناكلوا بطاطا ناكلوها مصمت طيبه. هي ما بنينه صحيح. مي دو طون طون اول حاجه الباهيه فيها الخطر انه اذا كان انت عندك كونسوماسيون ديما معناها الاستهلاك اليومي والمستمر حتى راهو الهبدوماديغ معناها مش معناها حتى مره في الاسبوع اما مستمره في الوقت. اي لازمنا نعرفوا اللي هي شهوه دو طون زون طون كان كلينا مش مشكله. باهي واضح. نمر بك للنوع الثالث وهذا اللي باش نختموا به. نذكروا انه الدكتوره رنا الغيلوفي اللي هي اخصائيه في جوده وسلامه الاغذيه نتحدث معاها عن المواد الغذائيه المتسببه في الامراض السرطانيه. تحدثنا على زوز اصناف. ما زال الصنف الثالث شنو هو ذكرنا؟ الصنف الثالث انه هو الغذاء بحد ذاته ينجم يكون مسرطن كيما الحاجات اللي كيما السكر كيما الملح. هي مواد مسرطنة السكر والملح مثلا السكر. أي؟ السكر الابيض الابيض السكر الابيض كلاسي parmi les aliments cancérigènes. كيفاش؟ علاش؟ على خاطر السكر يقوي مثلا في البرودكسيون تاع الانسولين، والانسولين نعرفوا اللي هو عنده علاقه معناها السكريسيون دالسولين عنده علاقه مع الكروسونس دي سيلول كونسيروز معناها تكسرها. لا يزي اللي هو ينجم يكون الغذاء معناها تاع السيلول كونسيروز هذايا. السكر يعمل ايتا الخليه السرطانيه تحب السكر، الخليه السرطانيه تتكاثر وتتغذى بالسكر من بين الأغذية نتاعها. عندنا الأنسولين، الأنسولين زادة ينجم يعاون على الكروسونس دي سيلول كونسيروز، وزادة السكر يعطينا معناها أن إيتا إنفلاماتوار بيرمانون، ديما عندك إنفلاماسيون في بدنك، هيك علاش دونك هنا السكر عنده علاقة كبيرة بال بال بالسرطان. وتحدثت على الملح أنت زادة. كيفاش؟ اللي الملح عنده معناها في لي زيتود الملح عنده علاقه كبيره بال بتكاثر السرطان. هيك علاش ديما نقولوا لازم يفو ليميتي لا كونسوماسيون تاع الملح على خاطر هما الميكانيزم شويه معناها كومبليكي. يقول لك الملح يعمل التيغاسيون تاع الميكوز غاستريك. هيك علاش عندنا برشا الكونسير دو كولون تاع الكولون. دونك اذا كان ناكلوا برشا ملح وفما سينيرجي بون هنا شويه هي معقده. مسيش احنا سهلوها يعني المواد اللي هي بالغه في الملوحه معناها على طويل تنجم تؤدي الى ظهور امراض سرطانيه. وإحنا في العادات الغذائيه نتاعنا عندنا برشا مثلا زيتون والتن والسردينه والكبار والليمون وفما مواد ملحه لكن هي تدخل في عاداتنا الغذائيه. والقديد مثلا احنا كي باش نطيبوا بالقديد ما نحطوش ملح. هي راهي المشكله انه انك تتحكم في كميه الملح جلوبال اللي باش تاكلها في النهار. دونك اذا كان كليت زيتون ما قديت ما تاكلش خبز فيه ملح، خبز مسوس ماكله مسوسه، كان شتيت معناها اونشوا ولا حاجه ملحه او كحطها على ارميها في سلطه ولا في حاجه ديجا ما حطيتش فيها الملح كان شويه قارص. اذا كان شهوه خليها شهوه. شهوه وانت تعرف اللي الحاجه هذيك مالحه برشا دونك الحاجه اللي باش تاكلها معاها تاكلها من غير ملح بوغ فيغ ليكيليبر. باش تحاول. باهي نختموا معاك دكتوره رناء الغيلوفي في دقيقه ونص كان تسمح بالطبيعه. اكيد انه الطبيعه عطاتنا من المواد الغذائيه اللي تخلينا نجموا انه نحافظوا على سلامه الجسد نتاعنا، سلامه على سلامتنا وعلى صحتنا كذلك، مثلا في الخضر والغلال وكذلك في البقول وبرشا مواد اخرى. فما معناها فما ما يكفي للتخلص من السموميات. مثلا انتم ديما تقولون ناكلوا حاجات ضد الاكسده هكا ولا صحيح. اما هي كيما نقولوا نيورو 1 اللي هي تلقاها في لي فاكتور ديمينيون لو ريسك دو كونسير اللي ينقص لنا معناها الريسك نتاع السرطان معناها في جانب وقائي. في جانب وقائي. اول حاجه لاكتيفيتي فيزيك وهذه النشاط البدني. اي نرجعوا ديما لك لاجونس دو ريفيرونس نتاعنا في البحث معناها للوقايه من الكونسير. يقول لك اذا كان عندك انت اكتيفيتي فيزيك معناها قاعد تتحرك ولا تعمل في سبور حتى خفيف نتاع 30 دقيقه ينجم ينقص لك ما بين 18 و29% من الريسك.
نتاع السرطانات 18 و29% ماهو شوي. انت والاكتيفيتي، اذا كان اكتيفيتي انتونس معناها نوصلوا ل 29. دونك اول حاجه معناها هي الاكتيفيتي. ثاني حاجه استهلاك الغلال والخضر، ناكد عليها ميم سي سي ترو دوموندي في تونس، ما يمثلش معناها بالحق هذيك، على خاطر احسن حل انه الغلال والخضر البيولوجيه لا غالب، على خاطر المبيدات الحشريه حبينا ولا كرهنا مصرتنا برشا منهم مصرتنا، وطونك في بلادنا مازال ما عندناش معناها ان بروغرام دو سورفيونس، ومازلنا ما نحلوش برنامج مراقبه معناها ريغولير الخضار والغلال اللي تهبط في السوق على لي ريزيدو دو بيستيسيد، مادام فما الريسك راهو اذا كان ناكلوا خضار وغلال فيها نسب كبيره من المبيدات الحشريه راهو ما عملنا شيء. احنا كنا ولينا اكثر بوغ اترابي، واضح. واحنا حكينا مرات بالضبط، حكينا برشا مرات برشا مرات، يعني مثلا فريز اللي هو مشبع برشا بترسبات المبيدات الحشرية، وانت نصحت انه مثلا حتى بعض الغلة تنحي القشرة متاحة اذا كان فما امكانية كما التفاح ولا الانزاس. بالنسبة للبرقدين هكا القشرة نحيوها المفيد، فما طريقة لاستهلاك الخضر والغلال تكون معناها فيها جانب وقائي. شكرا لك دكتورة راني الغيلوفي، يعطيك الصحة. كيف الالياف وبرشا حاجات فيها الالياف البقول الجافة، عندنا السيريال كومبليت معناها اللي هو معناها البلي اللي القمح والشعير، اي المفيد يكون كامل مش محول برشا، هذا هو. هذه هي اذا عاداتنا الغذائيه، كيفاش نتحكموا فيها باش نحاولوا انه نتوقعوا من الاصابه من الاصابه بمرض السرطان. تحدثنا عن المواد الغذائيه المتسببه في الامراض السرطانيه والواقيه من هذه الامراض مع دكتوره راني الغيلوفي، اخصائيه في جوده وسلامه الاغذيه بالمعهد الوطني للتغذيه. علاش؟ لانه اليوم 4 فيفري اليوم العالمي لمكافحه مرض السرطان. 9:55 دقيقة الآن، خليكم مع أغنية لحسين الجسمي حتى موعد موجز الأخبار. ما زلنا معكم في صباح تونسي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ما تبدلوش الموجة، أنا جاي.